دابا تكبقات الوالده علاش سخفتيني اخويا؟ الحمد لله امي الحمد لله بخير، تفدعت من رجليها الله يخليها ليا، دابا راه بخير وراه في الوالد مراكشيين، واخا كيكون انسان مضرر كنقشبو تنقصر بعزياتنا. ولكن راه كجوات كتقلقها كتقول لها في اللايف انها ترد على الناس اللي كيقولوا الكلام اللي ماشي هو هذا. لا ما امي كتقلق باسكو علاش؟ حيت ما كتعرفني شنو كنسوى والناس يغلط فيك. ديك النهار امي ردات علاش؟ حيت قالت واحد الكومونتي كنت حداها، واحد الانسان عيانات مسكينه امي، راه اي ام كتغير على ولادها، واي ام راه ماشي حتى في الانسان حتى في الحيوان كتغير على ولادها. ردات وكردت بواحد الرد يعني وا 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 ماشي وسخ، يعني واحد الرد اللي هو مناسب وراه عادي. علاش هاد الناس كيديروا مع قناتنا؟ شوف حنا سورتو في المغرب كاينه واحد الفئه فاش تشوفك ناجح ما كتبغيكش، كتقول لك علاش هذا نجح، علاش هذا دار، علاش هذا مسا، علاش مشى مسافر هنا، علاش هادشي خصو يخسروا ليك ويحاربوك. باغابوغ فرنسا ولا فين في مصر، مصر خصك تشوف شوف دي ماكياج ولا دي هير ستايل ولا شي حاجه، كتلقى ما شاء الله تبارك الله تشوف كبروا ولد بلادهم، يعني كيعطي واحد لا فالور لولد بلادهم. حنا لا، حنا عندنا واحد الطبقه تبارك الله عندك ديال 80% 70% كتكبر بك كتعطيك القيمه كماكياج مغربي اللي كور راسه براسه، اللي مشى في الخليج، اللي مشى لاوروبا، اللي عنده واحد الماستر كلاس في المغرب وخارج المغرب ناسيونال، يعني خصو يفرحوا ان واحد بلادهم اللي كيتقاتل. والله يهدي ما خلق. جا واحد الوقت اللي حسيتي براسك بزاف هاد الناس كي سميت، واش باقي هاد المسائل؟ شوف باقي وكثر، ولكن انا الحاجه اللي فيها زوينه ما كنتسوقش، عايش الحياه. كترد عليه؟ ترد علاش؟ حيت ما يمكنش هو يضرني وانا هو عنده الفم وانا ما عنديش، رد عليه. ولكن رد عليه بواحد 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 الكلام تاع الفكاهه تاع مراكشيت، نقدر ندق عليه ونجاوبه بالضحك وبالنشاط، وراه المهم ما خسرنا هضره، ما قلنا شي كلمه خايبه. حتى في اللايف كتعطي رسائل قويه جدا للناس المنتقدين. شوف شوف كنعطي ماشي المنتقدين، كنعطي لاي واحد، سواء انسان دار شي حاجه خايبه، سواء شحد تفله، سواء حيت الناس تتابعني كماكيور اون بليس كيتابعوني، تيعرفوا لي الصال لي تخيتور النقافات، كنعطيهم الصراحه التخيتور ما مزيانش، هذه فلانه لا مزيانه، حيت الناس تكذب على الناس قبل ما تجد الفلوس، ولكن فاش يجي الواقع تيبان لك كلشي كذوب، تلقى العروسه مسكينه خاسره زباله الفلوس وفي الاخر مستريسيا. يعني كنعطي النصائح في كلشي، كنوري كلشي، واللي عطاني كنعطيه من الاخر. يعني الناس اللي كانوا مع سيقانا انا مزيان وكان كيصوب لهم كيخدم لهم وشويه تقلبوا عليه. شكون الفنانات؟ عرفتي الفنانات كاين واحد الطبقه اللي كتكون ديما كتصل فيك وقت ما جاتي جاو كانوا مهرجانات وقت ما جيتي كيتصلوا فيك، وكاين فنانات اللي بس بوغ الفابور بوغ الفابور، راه تيخصها تدور لاي واحد يخدم لها فابور. ما يمكنش نخدم لك انا فابور وانا عندي عرس، نخلي عروسه باش نمشي نخدم فابور، ما عنديش المشكل، نقدر نصيفط لك واحد الدراري، ولكن فاش يقول لك في الفنانه لا خدم لي انتايا وهذا وهذا، هذا هو اللي كيولد الصراعات. يعني ملي ما كتبغيش تخدم، شوف لا بليبار ديال الماكياج لا بليبار ديال هذا كيخلصونا بعض الفنانات الله يجازيهم بالخير. كاين فنانات محترمات زعما وكيخلصوا كيعرفوك انا كذب، وكاين فنانات كنز من الاخر. كاين بعض الرسائل كتعطيهم مثلا كتقول رانا كندير الماكياج ما كنديرش التجميل وكدير القناه الفكيه، واش كتدق على شي حاجه؟ ما كندق على حتى شي حاجه، تقول لك كدرتي لها كبرتي لها شلاقمه، ما درتش اخويا البوتوكس، راني تراصيت وعبرت العبار هذا الشيء اللي كاين، ما كندق على حتى شي حد. على فكره انا كنعطيك كنجي مباشره، ما كنخاف من حتى شي حد، تنجي كنسمي الناس، حيت هذوك الناس راه سماوني علاش سميت؟ او التجميل راه كلشي داير وراه راه خايب، راه ما كاينش محسن، واخا تكوني ما عندكيش ولكن الماكياج راه تيزوين باش تبقاي طبيعيه، حيت داك الشيء مع العمر كيولي عنده اثار جانبيه على الداس ديال الانسان، حيت باقا صغير الانسان ولا تتقلب الشابه باقا عندها 18 و20 ونفخه الشفايف والحناك ورش ومقلشه ودنيها، من هنا 40 سنه كيبات تولي السيده، يعني الدوب هادشي اللي كاين. راه ليا شي دقيقه على العصير. هاكي وهاكي يا لالا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.